Наш проповедник писал в Чечне, Мадур, Вайсетик, Турбия, Ведения, Лекария, Султат Махия, وجميع المستشارين الذين ساهموا معنا في إنشاء هذه الدورة. لقد تأسست جمعية مطور الطبية والبرد البدنية أكثر من 10 سنوات هذه بأهداف متعددة. أغلبية الأهداف وأهمها ذكرها السيد مدير الأكاديمية في التدخل ديالو. إحنا بالنسبة لنا كجمعية كان هدفه إلى تنشيط بالخصوص تنشيط المدينة فما يخص الجانب الرياضي. نعرف مدينة كريم الله هي مدينة من أجمل المدن وعندها مناطق سياحية جد جذاب وخلاب، ولكن مع الأسف لا يستغل كما تستغل يعني مناطق أقل جاذبية من بني منال. إحنا بهذه المناسبة حتى لا أطيل لا يمكن إلا أن نجدد الشكر لكل من ساهم سواء من قريب أو من بعيد في هذه التظاهرة الكريمة، ونتمنى وتعد من جد ونحاول نخلق واحد ثقافة رياضية في مدينة بني منال وحتى تجعل من مدينة بني منال حتى تصور تصور كما تصور مدن مراكش ومش نقول انا واحد نقول انا مغربنا هو هذا والمغرب كامل نتمنى له الخير، وكذلك نتمنى لمدينة بني منال الخير. وشكرا لكم.